إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. إذن من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنقدم شرح وجواب على نموذج الامتحان المحلي الخاص بدورة يناير لمادة علم الحياة والأرض. إذن كما تعلمون فالامتحان كذلك يتكون من جزئين، الجزء الأول المخصص لاسترداد المعارف، ثم الجزء الثاني الخاص بالاستدلال العلمي والتواصل البياني والكتابي. إذن سنبدأ بالجزء الأول. إذن لدينا هنا تمرين أول، إذن سنقرأ كومبليتي لو تيكست دي سي ابري ان اوتيليزون لي تيرم سويفون. إذن شنو هما لي تيرم اللي عندنا؟ كاين لي بوزوان افيك اس بمعنى الحاجيات، ان جور لا كونتيتي داليمون كمية الأغذية، سوفيزونت اي ديفيرسيفي كافية ومتنوعة. إذن يبدو أن هذه المصطلحات كلها تدور حول مفهوم الكتلة الغذائية أو لا غاسيون أليمونتير. دونك لا غاسيون أليمونتير إي واش غادي نديرو بوزوان أن جور لا كونتيتي داليمون ولا سوفيزون. إذن غادي نبداو بهذه هي اللي غادي ديرها. دونك إي لا كونتيتي داليمون qu'une personne doit consommer en 24 heures afin de subvenir aux quoi aux besoins c'est beau besoins de son corps et dans l'istijaba les hajiyat jismi. Cette quantité comment elle doit être il doit être comment il doit être suffisante et diversifiée. Suffisante zif fi sont et des diversifie point. Donc la ration alimentaire est la quantité d'aliments qu'une personne doit consommer en 24 heures afin de subvenir aux besoins de son corps. Cette quantité doit être suffisante et diversifiée. Et donc, هذا انتهى. نمشيو الان التمرين الثاني. كوشي غادي تحط واحد العلامه دون la, كوشي لا بون ريبونس. اذا غادي نقراو ونشوفوا الاختيارات ونضع العلامه في الاختيار الصحيح. La mise en évidence de l'amidon se fait par الكشف عن وجود النشا في الغذاء المركب يتم بواسطه استعمال ماذا؟ لاسيد نيتريك لو يودي ولا لاسيد كلور يدريك. إذن شفنا بأن لويديك هي اللي كنستعمل. لي فيتامين سون دي واش دي زاليمون كونستركتور بنائية وبناء ولا بروتيكتور وقائية ولا انرجيتيك طاقية. إذن كنعرفو بأن لي فيتامين سون دي زاليمون اللي هما عندهم واحد الدور في وقاية الجسم. إذن غادي نديرو بروتيكتور. اكزومبل داليمون كومبوزي كنسميوه كومبوزي لانه يتكون من عده اغذيه بسيطه. اذا لو فير كالسيوم نو سون با لي زاليمون كومبوزي. اذا غادي نديرو لا فيوند هي اللي صحيحه. علاش؟ باسكو يل كونتيان دي بروتيين لو يل كونتيان اوسي دي ليبيد ايتترا. دي غلوسيد سون دي زاليمون في هضره على السكريات بروتيكتور انرجيتيك كونستركتور. اذا بروتيكتور ماشي هي، اذا كنديرو هنا انرجيتيك لان كتعطينا طاقه بكميه اكبر. لانيمي اللي هي فقر الدم اون مالادي دو ان اون انسوفيزونس اون. اذا مرض ناتج عن قله او لا اذا صح التعبير نقول قله ديال ماذا؟ واش الفيتامين سي او الحديد او لا الفيتامين دي. عندنا هذا المرض ينتج عن الفاقة أو الخصاص في الفيتامين أو في الحديد في التغذية. نكتبونها فير parmi les organes du tube digestif. إذن les organes du tube digestif معروفة كتبدأ بلا بوش الأسفاج. إذن كنكتبو هادي دي غلاند ساليفير مصحاش.
L'absorption intestinale se fait au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du gros intestin, l'intestin grêle, l'IMTSAS. Les échanges gazeux pulmonaires se font entre quoi et quoi? Pulmonaire, un ardénal qui est à la pulmonaire, donc se font entre le sang et la cellule, ou le sang et les alvéoles, ou la cellule et les alvéoles. Et dans le cas, il y a le dame ou l'asnar, et dans le cas, les échanges gazeux au niveau de l'organe se font entre تبادلات الغازية على مستوى العضو تكون بين الدم، واش بين الدم والليزالفيول، هذه شفناها على مستوى الرئة، أو بين الدم والخلايا، أو بين الخلايا والليزالفيول. إذا لو شوا كوريكت هو هذا. Parmi les dangers qui menacent l'appareil digestif, من بين الأخطار المهددة للجهاز الهضمي كاين التوبيركلوز، الكونستيباسيون اللي هو الإمساك، ثم الأسطن. إذا لازم مورب، إذا هنا هذا هو اللي صحيح. parmi les dangers qui menacent l'appareil respiratoire المهددة للجهاز التنفسي، إذا هذه شفناها في الجهاز الهضمي، هذه لولسير غاستريك أو قرح المعدة، بقات لنا لا توبيركيلوز هي اللي صحيحة. دي غرام دي غلوسيد ليبير، إذا أون سي كو أن غرام ليبير غرام دي غلوسيد ليبير 17 كيلو جول. إذن 10 غرام غادي تليبري لينا 17 فوا 10 هي 170، إذن هذه هي اللي صحيح. أمر الآن إلى الجزء الثاني الخاص بالاستدلال العلمي. إذن غادي نمشيو للتمرين الأول. إذن في لي لونسي شنو عندنا؟ Pour déterminer quelques caractéristiques de la fonction de digestion, la fonction de la digestion, on a réalisé des manipulations sur des aliments. En utilisant quoi? Les enzymes suivantes, l'enzyme A, et les extraits de quoi? Extraits de la salive, et d'un monstrelasmina l'UAB, l'enzyme B de l'estomac, monstrelasmina l'UAIDA, l'enzyme C de l'intestin grêle. هاد لي زونزيم هادو غادي نزيدوهم على لي زاليمون سامبل اللي هما لاميدون لي بروتيد اي لي ليبيد. هاد لي سين بلوس او موان شنو كيعني؟ بلوس سافو دير لا جيستيون دو لاليمون بمعنى وجود الهضم، موان سافو دير لابسونس دو لا جيستيون دو لاليمون. اذا ملي زدنا لونزيم ا على لاميدون شنو لاحظنا؟ لاحظنا ان هناك هضم لاميدون، و ملي زدنا البروتيد مابقاش الهضم، لي ليبيد نفس الشيء. لونزيم بي زدنا لاميدون موقعش الهضم، وقع الهضم ديال لي بروتيد موقعش ديال لي ليبيد. لونزيم سي هذا ما عطاناش الهضم، هذا كذلك، ثم الهضم ديال لي ليبيد. نمشيو لا بروميير كيستيون، ديجاجي لي زاليمون ديجيري، استخرج الاغذيه التي تعرضت للهضم. اذا هما هادو اميدون بلس بروتيد، وكنزيدو عليها لي ليبيد. شو نشوفو لا دوزيام كيستيون. دونك السؤال الثاني شنو كيقول؟ نومي او سمي لي زونزيم ا بي اي سي. دونك لونزيم ا شنو غادي يكون؟ لقيناه في اللعاب، غادي يكون اميلاز، أميلاز سالي ساليفير. لونزيم بي فين لقيناه؟ ها هو، إلي إكستري دو كوا؟ دو لي ليستوما. إذا المستخرج من ليستوما غادي يكون هو بيبسين، بيبسين أولا بروتياز، و لي بيبسين غيكون بيبسين ان. لونزيم سي اكستري، لونزيم سي اللي اكستري دو لانتيستان، وهو اللي كيدير لنا الهضم ديال لي ليبيد، غيكون لي باز.
كيفاش كنصاوبوا الاسم ديال الانزيم؟ كناخذوا البدايه ديال الغذاء ثم كنزيدوا ليها سوفيكس ديال از. اكريفي لا رياكسيون دو لا ديجيستيون دي ليبيد بار لانزيم سي. اذا غنكتبوا المعادله ديال الهضم ماذا الدهنيات باستعمال الانزيم سي. المعادله معروفه دائما بوجود متفاعلات والنواتج. اذا عندي ليبيد زيد عليها ليباز شنو كتعطينا؟ كتعطينا ليزاسيد غرا بلس غليسيرول بلس كوا بلس ليباز. Au niveau de l'appareil digestif, les aliments se transforment en nutriments. Et dans le niveau de l'ombulatomie, ça s'appelle l'ardia, il y a un mot indiqué, le phénomène de l'ardia qui subit les nutriments au niveau de l'intestin gris. Je ne vais pas dire que c'est l'ardia à la moustawa de l'maïd-taqiq, et il y a un mot de l'ardia de l'maïd-taqiq, et le dame ou l'inf, c'est-à-dire nous sommes à l'ébtisas ou l'absorption. Absorption intestinale. إذن ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. Pour savoir ce que les organes prélèvent dans le sang, est-ce qu'ils rejettent. إذن باش نعرفوا شنو كتاخذ الأعضاء من الدم وشنو كتطرح في الدم. On a mesuré les concentrations des gaz et de glucose dans le sang qui arrive dans les organes, les muscles, et dans le sang qui le quitte. Donc, nous avons parlé de cette analyse, le sang qui est entré dans le ventre, et le sang qui aura et aura d'air. Le tableau suivant représente les résultats trouvés. Donc, la glucose, nous avons parlé dans le sang qui est 90, et le sang qui est 87. هنا الاكسجين 20 دم الخارج 15 مليلتر سي او 50 دم الخارج 62. اذا هادو شنو وقع لهم؟ انخفاض 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 انخفاض. هذا وقع ليه الا مشينا لهنا غادي نلاحظوا بانه وقع ليه ارتفاع. اذا السؤال كومباري قارن لا كونتيتي دو غلوكوز دون لو سون انترون اي لو سون سورتون. اذا باش نجاوب على السؤال كنكتبوا La quantité de quoi? Du glucose dans le sang entrant est supérieur supérieur la quantité de glucose dans le sang entrant est supérieure par rapport à sa quantité dans le sang sortant. La quantité de O2 dans le sang entrant et dans le sang sortant. La quantité de O2 dans le sang entrant est supérieure à la quantité abréviation de O2 dans le sang sortant. Voilà, c'est ma partie ici présente. Lève chez Vinicius CO2, j'en ai écrit.
نكتب لا كونتيتي دو سي او دون لو سون انترون اي دون لو سون سورتون. دونك نكتبو هنا لانفيرس لا كونتيتي دو سي او دو دون pardon dans le sang entrant est inférieur à la quantité de CO2 dans le sang sortant. علاش النسبة ديال السي او 2 في الدم الخارج من العضلة أقل مقارنة مع الدم الداخل للعضلة أقل مقارنة مع الدم الخارج منها؟ لأن الدم عندما يمر عبر الأعضاء يأخذ منها ثنائي أكسيد الكربون. كو ديدوي زيفو، إذا ماذا تستنتج؟ كو أون ديدوي، نكتب نستنتجو أون ديدوي كو les cellules du muscle consomment consomment O2 ou la absorbe O2 et le glucose et en même temps et rejette ces odeurs. Donc elle respire. سؤال رقم 3 يقول indiquer بمعنى حدد sur le document 1 le sens de déplacement أو مسار انتشار ثنائي الأكسجين باستعمال اللون الأحمر ثم باستعمال أو مسار أو منحى انتشار CO2 باستعمال اللون الأزرق et le sens du glucose en vert. إذا خصنا الكولور خصنا اللون الأحمر و اللون الأخضر. إذا غادي نديرو أولا بالأزرق هو المتوفر الآن في انتظار الحصول على الأقلام الأخرى. إذا لو بلو غنديروه ديال السي أو دو. غنرجعو للشيما ديالنا. السي أو دو كيمشي من الخلايا في اتجاه الدم. هنا هو من هنا مجال أو منحى انتشار ثنائي أكسيد الكربون. ثم أون روج ثنائي الأكسجين كيجي من الدم باتجاه الخلايا او دو. ثم بالنسبة للجليكوز كيجي كذلك من الدم الى الخلايا من هذا اتجاه ديال الجليكوز. اذا كنا قد جاوبنا على السؤال ديالنا لنا هو باش يبان. اذا بالازرق أزرق CO2 الأحمر ثنائي الأكسجين وبالأخضر الجليكوز. إذن ثنائي أكسيد الكربون هو اللي كيمشي في المنحى المعكس فقط. لنعود الآن إلى السؤال الأخير والخامس. دوني ليكواسيون شيميك سامبليفي دو لوكسيداسيون دو جليكوز أو نيفو دو لا سيلول. إذن أعطي المعادلة المبسطة لأكسدة الجليكوز. أكسدة بمعنى هدم بوجود ثنائي الاكسجين على مستوى الخليه. اذا اكسدت معنا كنكتبوا الجليكوز. الجليكوز كنكتبوا الصيغه الكيميائيه ديالو فيه 6 ذرات من الكربون C6 H 12 12 ذره من الهيدروجين O 6. اذا هذا العنصر يتم هدمه داخل الخليه بوجود غاز ثنائي الأكسجين للحصول على ماذا؟ للحصول على الماء H2O ثم C
عضو كفضلات غازية، ثم البيت القصير اللي هي الحصول على الطاقة إنرجي اللي غادي نشوفوها في السنوات المقبلة على شكل RTP إن شاء الله. إذن هنا نوازن المعادلة، إذن كنخلي هذه وهذه ثم العناصر الثلاثة كنضربها في 6 وعامل 6 باش نحصلوا على نفس عدد الذرات في المتفاعلات والنواتج. إذن هذه هي معادلة التفاعل أو أكسدة ديال الجلوكوز داخل الخلية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تقديم الحل لهذا الامتحان المحلي، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.